مع اقتراب نهاية مهلة مجلس الأمن المحددة للقيادة العراقية للانسحاب من الكويت بحلول يوم 15 كانون الثاني عام 91، وقبل أسبوع واحد من نهاية هذه المهلة، قام ملك السعودية فهد بن عبد العزيز بزيارة تفقدية إلى قوات التحالف الدولي الموجودة في منطقة حفر الباطن، وعلى رأسها طبعا القوات السعودية والأمريكية. والأهم أن الملك فهد بعد هذه الجولة ألقى كلمة مرتجلة أمام الحضور من المسؤولين السياسيين والعسكريين من داخل وخارج السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء. ويعتبر هذا حديث مهم، لأنه يمثل وجهة نظر أعلى مسؤول في هرم القيادة السعودية في وقت حساس جدا من أزمة الخليج كانت تسير فيه باتجاه الحرب. والحقيقة أن الملك فهد لم ينتظر طويلا كي يبدأ كلمته بالدخول في صلب موضوع الأزمة، وبدأها بالتذكير بنوع العلاقة المميزة بينه وبين الرئيس العراقي صدام حسين اللي تعود إلى عام 1975، وأنه بحكم تلك العلاقة لم يكن يتوقع أبدا أن يبادر الرئيس العراقي إلى اتخاذ قرار غزو الكويت في الثاني من آب من عام 90، وهو ما أصاب الملك فهد بالدهشة والذهول كما قال. أيها المقاتلون، في هذا اليوم السعيد أسعدني الحظ بأن ألتقي بمجاميع خيرة أتت لمساندة قوات المملكة العربية السعودية، وأتت بإرادتها وبرغبتها عندما أعلنت بعد غزو الكويت من قبل العراق بيوم واحد، رغبت أن يساندون الخيرين من البلاد العربية والدول الإسلامية والدول الصديقة للوقوف مع المملكة العربية السعودية في هذه المحنة الكبرى التي لم أتوقعها أبدا. لقد أذهلني الأمر عندما سمعت وأعلمت بعد منتصف ليلة الأربعاء صباح يوم الخميس 2 أغسطس بهجوم القوات العراقية على الكويت الشقيقة الحبيبة. لم أصدق في بداية الأمر، ولكني بعد أن تأكدت أسفت كل الأسف. في الواقع أستطيع أن أقول لم أتصور أن يحدث هذا من الرئيس العراقي، بحكم معرفتي للرئيس صدام حسين معرفة طويلة منذ سنة 75 ميلادي إلى أن أبتدى الهجوم على الكويت في سنة 90 ميلادي. إنها ليلة مفجعة وحدث مؤلم. مهما حاولت أن أوضح أو أفند ما حدث، فقد سبقني من سبقني من الأخوان ومن الأصدقاء من أوضحوا هذا الأمر الجلل الذي لم يتوقع أحدا أبدا، وبالأخص أنا شخصيا. من المعروف أن العلاقة التي كانت بيني وبين الرئيس صدام حسين كانت علاقة مميزة في بداية الأمر، وهذه العلاقة ابتدت سنة 75 ميلادي حتى ابتدت الكارثة التي نحن نعيش فيها الآن، ونأمل أن تنتهي بدون حرب وبدون قتال إذا أمكن ذلك. أعود مرة أخرى وأقول إنني لم أصدق ولم أستوعب ما قيل لي عند ما أبتدى الهجوم من العراق على الكويت لعدة أسباب، سوف أسرد بعضا منها ربما أن يكون مفيد.
وروى الملك فهد في بداية حديثه جذور الأزمة وخصوصا زيارة مبعوث صدام حسين اللي هو سعدون حمادي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى الرياض قبل الغزو، وكيف أن ملك السعودية أقنع مبعوث القيادة العراقية بأن أزمة إنتاج النفط وحصص الأوبك مع الكويت يمكن التغلب عليها بالطرق السلمية. لاحظت في قبل فترة من بعد شهر رمضان أن هناك توتر يزداد يوم بعد يوم، وكان هذا التوتر ينصب على الإنتاج فيما يتعلق بحصص دول الأوبك، واعتبرت هذا شيء طبيعي أنه يحدث ما بين وقت وآخر. وقد بعث الرئيس صدام حسين بعد رمضان مباشرة الوزير سعدون حمادي، وكان منزعج من بعض الدول التي زادت إنتاجها أكثر من المقرر لها في مؤتمر الأوبك آخر مؤتمر عقد. أتحدث بهذا الحديث اللي هو في الواقع ربما يكون ما له وزنها العسكري أو السياسي، ولكنها بداية شعوري بأن هناك شيء ربما يحدث، ولكني لم أتصور أبدا أن يحدث هذا الحدث الذي نحن نعيشه الآن. فكانت الأمور تتعلق بزيادة إنتاج أو زيادة تصرف في حصص الأوبك. أقنعت مندوب الرئيس صدام حسين بأنه هذه الأمور ممكن التغلب عليها، وأستطيع إذا أراد ربنا يقدر خير أن أتغلب عليها. وبالفعل اتصلت بسمو الأمير جابر رئيس دولة الكويت وسمو الأمير زايد رئيس دولة الأمارات، وتفاهمنا على ما فيه المصلحة، وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي حسب مقررات الأوبك، وانتظم الإنتاج وانتظمت الأسعار بالطريقة المنتظمة المطلوبة. أقول أذكر هذا الأمر لأنه هو البداية. نعم لاحظت أن هناك اندفاع غير طبيعي في الحديث مع سعدون حمادي، ولكني لا استغرب هذا من سعدون حمادي لأن أعرفه فيما سبق وهو سريع الانفعال. انتهت الأمور عند هذا الحد، واعتقدت أن وصلنا إلى تنظيم أمور تهم العراق وتهم السعودية وتهم إيران وتهم دول الخليج عموما والدول وأعضاء الأوبك. معروف أن أعضاء الأوبك 13 دولة. بعد هذا ابتدأنا نلاحظ عدم انتظام في التحدث مع الكويت فيما يتعلق بالحدود الكويتية العراقية. غني عن التعريف، وكل منا يدرك ويعلم بأن الكويت دولة مستقلة ذات سيادة، وشعب الكويت وقادة الكويت من أكثر من 250 سنة وهم يقطنون هذا المكان اللي بعد ذلك أصبح الكويت مستقل، لم يحكم من قبل ولم يكن مرتبط بالعراق نهائيا. إنما حدثت أحداث في فترات متعاقبة بأن من حكم العراق يريدون ضم الكويت إلى العراق. طبيعي هذا الشيء مرفوض، ودارت أمور طويلة عريضة منها أدت في بعض الأحيان إلى أن همت العراق في أوقات مختلفة بمحاولة الاعتداء على الكويت واحتلال الكويت. كلنا نعلم وندرك أن القوات العربية ومن ضمنها القوات السعودية والقوات المصرية وغيرها أقامت حاجز بين العراق وبين الكويت في فترات عديدة، ودائما تنتهي الأمور بالمصالحة وبمحاولة التفاهم على ما فيه مصلحة البلدين. في هذه
الفترة التي بعد ما عقد مؤتمر بغداد للقمة العربية لاحظت من ضمن من لاحظ أن هناك توتر غير عادي بين الكويت وبين العراق، حتى وصلت الأمور في يوم من الأيام إلى أن اشتطت وتوقفت المباحثات بين البلدين بطريقة واضحة ولوحة ذلك بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية. وسوف أختصر الكلام لأنه كثير من التعبير، ربما تطرق له الكثير من رجالات وقادة الأمة العربية وقادة الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم. عندما لوحظ أن هناك توتر بين البلدين أبتدت المباحثات أو اللقاءات بين المسؤولين في كلا البلدين تأخذ طابع استفزازي أو طابع ابتعاد أو في طابع فيه نوع من الحذر. ثم استفاض الملك فهد في الحديث عن محاولات للتوسط بين الكويت والعراق، خصوصا بعد تصاعد الأزمة اعتبارا من منتصف تموز من عام 90، ومذكرة طارق عزيز المعروفة الموجهة إلى الجامعة العربية حول التجاوزات الكويتية في الحدود والنفط وغيرها من الاتهامات الرسمية الأخرى. وذكر فهد بالتفصيل ما قام به من اتصالات مباشرة مع أمير الكويت والرئيس العراقي بصفته جار لكلا البلدين، وإفاده وزير الخارجية سعود الفيصل إلى بغداد للقاء صدام للاستيضاح منه حول حقيقة الحشود العسكرية اللي كانت بدأت بالظهور على الحدود بين الكويت والعراق. كان واجب المملكة العربية السعودية بصفتها صديقة للبلدين وللرئيس العراقي ولسمو الأمير جابر الأحمد، فقدمت في قبل ما تحدث هذه الأحداث بفترة بضعة أيام قدمت مذكرة من العراق الجامعة العربية بشدة وفيها من العنف والقوة ضد دولة الكويت ومطالب تطالب بها العراق، وذكرت العراق العديد من الأشياء اللي تطالب فيها وتعتبرها حق من حقوق العراق. وتقدمت دولة الكويت في نفس الوقت وقدمت مذكرة مرادة. أنا أعتقد أني ذكرت في بداية حديثي أني سوف أختصر الطريق. فأتى الشيخ صباح الأحمد وزير خارجية الكويت وقابلته في مدينة الرياض وذكر لي بأن العراق قدمت مذكرة للجامعة العربية تحتج على الكويت و تبين أن لها حقوق استولت عليها الكويت، إن كانت حقول بترول أو أراضي أخرى تدعي العراق أن ملكية العراق. وكان الوضع متوتر، أردت أن أبذل محاولة ومجهود خير لا أقل ولا أكثر، فاتصلت بالرئيس صدام حسين في نفس اليوم اللي قابلني فيه وزير خارجية الكويت، فجار حديث بيني وبين الرئيس صدام، حديث مثل ما ذكرت سابقا كانت علاقتي مع الرئيس صدام حسين علاقة جيدة وممتازة، فناقشت مع الموضوع وذكرت أن الأمور الآن تأخذ وضع غير طبيعي وربما نصل إلى باب مغلق، فذكرت للرئيس صدام هل عندك مانع بأني أتخذ من الإجراءات مع دولة الكويت ما يسهل الأمور ولعلها تحل بالطريقة الودية بين البلدين. أظن من الطبيعي أني أسأل رئيس دولة قبل أن أبتدي في شيء، فكان جواب الرئيس صدام حسين وأعتقد أنه يدرك ذلك ولا يستطيع أن يقول اللي ذكرته بالتمام،
فوافقني على ذلك وأيدني وقال هذا شيء جيد جدا وأرجو لك التوفيق. إذن رئيس دولة بينا وبين دولة أخرى بعض سوء التفاهم، وأنا كجار للكويت والعراق أظن من واجب أني أدي ما أستطيع بقدر الإمكان. فذكرت للرئيس صدام، قلت سوف أتصل في هذه اللحظة بعد أن أنهي مكالمتي معك، سوف أتصل بالأمير جابر الصباح لكي أخبره وأعمل مجهودي اللي ممكن أن أستطيع في إطاره لعلي أوفق بما يصلح الحال بين البلدين. فاتصلت بسمو الأمير جابر فوافقني على ذلك ورحب بمثل هذا الأمر، وقال إنه يفوضني أن أبحث الأمر بشكل أو بآخر لعل الأمور تنتهي إلى ما في خير العراق والكويت. طبعا مثل هذا الأمر ذكرت سابقا أنه فات عليه عشرات السنين من قديم وحديث، فإيجاد حل لا أعتقد أنه كان يتيسر في خلال بضعة أيام، ولكن يحتاج شيء من الأيام، ولا أشوف من الأمور هناك أمور معقدة لابد البت فيها بسرعة. بذلت المجهود ووجدت استجابة لدى سمو الأمير جابر وحكومة الكويت و المسؤولين فيها أن أسعى في هذا الطريق. أبتدت الأمور تأخذ وضع غير طبيعي، ولاحظنا أن الأوضاع أو التحركات العسكرية في العراق هي غير طبيعية. فبعثت وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير سعود لكي يبحث مع الرئيس صدام، بأن لاحظنا أن هناك تحركات عسكرية في الفاو غير طبيعية، غير ما كنا نعتاده، وهذا الشيء نريد أن نعرف ما هي الأسباب. فكان جواب الرئيس العراقي هذا الشيء طبيعي، وتحركات لجيش موجود الآن في الفاو، وجيش يحتاج نوع من التدريب بدل ما يبقى فترة من الزمن، لابد أن يتدرب ويعيد تدريبه مرة أخرى. أما إذا كان التفكير ينصب على أنه عندنا أي تفكير للإساءة الكويت، هذا شيء غير وارد نهائيا. وطلب من وزير خارجية المملكة العربية السعودية أن ينقل لي هذا الكلام، فعاد وزير خارجية المملكة العربية السعودية ونقل لي هذا الكلام، وسررت بذلك لأني لا أعتقد، ما كنت أعتقد أبدا أنه يحدث ما حدث. بعد فترة أصبح هناك مواقف عسكرية ملاحظة، عدنا الكرة مرة أخرى وجانا نفس التأكيد من الرئيس صدام أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ العراق أي خطوة ضد الكويت، إنما نريد أن تكون الأمور بالطرق أن نتفاهم مع الكويت، وهذا الشيء اللي نريد أن نصل إليه. ووصل الملك فهد إلى بيان تفاصيل وساطة الرئيس المصري حسني مبارك وزيارته الشهيرة إلى بغداد قبل الغزو بأسبوع، واستضافة الملك فهد المعروفة لكل من سعد العبدالله ولي عهد الكويت وعزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق للتباحث في جدة، وكواليس لقائهم الشهير يوم 31 تموز من عام 90، وترتيبات مباحثاتهم القادمة اللي كان مفترض أن تتم بين بغداد والكويت. وطبعا كرر الملك فهد مرة أخرى استغرابه من قرار صدام بغزو الكويت، رغم أن الجهود لم تكن انتهت بعد، وكان يمكن إعطائها فرصة للخروج بنتيجة مرضية تساعد على حل المشكلة بالوسائل السلمية. وطبعا روى الملك فهد للحاضرين تفاصيل اتصاله مع صدام في اليوم التالي للغزو وزيارة عزة إبراهيم حينها، وجوابه المعروف بأن الكويت كانت جزء من العراق سلبت منه وعادت إليه. كان هناك اتصال بيني وبين الرئيس حسني مبارك في هذه الأمور، وكان اهتمام الرئيس حسني مبارك اهتمام كبير. فذكر الرئيس مبارك وقال إنه يرغب أن يذهب إلى العراق ليبحث الأمور مع الرئيس صدام حسين، وبارك ذلك على كل حال. فذهب الرئيس مبارك مثل ما نعرف وقام بزيارة للعراق،
وبعد ذلك قام بزيارة الكويت، وعلى ما أعتقد أنه عاد مرة أخرى للعراق وعاد إلى مصر. في هذه الفترة حصل نوع من التوقف في بالنسبة للبحث بين العراق وبين الكويت. بعد ما عاد الرئيس مبارك إلى مصر اتصل بي تلفونيا واتحدث معه، وكان وكنا كلنا مسرورين أنه الأمور أخذت وضع مريح وأن ما هناك أشياء ممكن تتخذ عسكريا. وذلك الرئيس مبارك قال أنه اقترح على الرئيس العراقي بأنه يجب أن تستعيد العراق والكويت المباحثات من جديد، ونحن مستعدين أن نساعد بقدر ما نستطيع. توافق الرئيس العراقي على ذلك، ومثل ما معروف عقد اجتماع في المملكة العربية السعودية في يوم الأربعاء بين ولي سمو الأمير سعد ولي عهد الكويت ورئيس وزرائها، وبين نائب الرئيس العراقي عزة إبراهيم. قدموا للمملكة العربية السعودية واستقبلوا استقبال الأخوة والصداقة والمحبة. اجتمع ولي عهد الكويت ورئيس وزرائها ونائب الرئيس العراقي اجتماع وحدهم اثنين فقط لغير، لأن كان دور المملكة العربية السعودية هو دور المضيف فقط لغير. استمرت الاجتماعات بينهم تقريبا ساعتين أو أكثر منفردين، وبعد ذلك اجتمع معهم بعض وزرائهم والمسؤولين. انتهت مباحثاتهم مع بعضهم البعض، وكل منهم ذهب إلى مكان المعدل للاستراحة. وبعد ذلك الساعة 9 مساء كنت دعيهم لإقامة حفلة عشاء لهم. استقبلتهم في المكان المخصص ووجدت أن على الوجوه بالنسبة للوفد العراقي أو الوفد الكويتي وجوه السرور. سررت بذلك طبيعة الحال، أن الأمور ربما أخذت وضع جيد. فما كان دور المملكة العربية السعودية مثل ما ذكرت دور وسيط، ولكن دور فتح باب أغلق، وأريد أن يفتح باب بين الدولتين المتجاورتين لكي يتحدثوا مع بعضهم البعض. من طبع الأمور سألت، أول ما سألت سمو الأمير سعد رئيس وزراء الكويت، قلت لعل الأمور أخذت الوضع الجيد الطبيعي اللي نحن نريده وتريده العراق والكويت، وهل انتهيت إلى شيء؟ قال ما لم ننتهي إلى شيء، ولكن انتهينا إلى الاتفاق على أساس أن يكون هناك اجتماع في بغداد يوم السبت. نحن الآن في يوم الأربعاء مساء، وقلت على بركة الله ما دام حدد اجتماع في بغداد. وقال كذلك بعد اجتماع بغداد سوف يكون اجتماع آخر في الكويت. فسألت النائب الرئيس العراقي، قلت أنا سمعت كذا وكذا من سمو الأمير سعد رئيس وزراء الكويت، فقال هذه الحقيقة، وسوف نلتقي يوم السبت في بغداد، وبعد ذلك نلتقي مرة أخرى في الكويت. أعتقد أن هذا شيء مسر. باركت هذا الأمر وقلت هذا على بركة الله، وهذه الخطوات اللي يجب أن تتخذ بين الأخوين. اللي حصل أن بعد 7 ساعات تقريبا فوجئنا بالقوات العراقية تحتل الكويت مساء صباح الخميس. أعتقد أن هذه كارثة غير متوقعة وغير واردة نهائيا. لماذا العراق تهاجم الكويت؟ لماذا العراق ما حاولت أن تعطي مجال للأخوان المحبين للكويت والعراق لإصلاح ذات البين، وكادت تنتهي الأمور بالشكل المريح للعراق وللكويت، ولكن انتهت الأمور إلى احتلال الكويت.
حاولت في لحظتها أن أتصل بالرئيس صدام، فقيل أنه خارج بغداد وسوف نحاول أن نتصل به ونعيد لكم حصيلتنا من الاتصال. يبدو لي اللي كان يتكلم أما سكرتير الرئيس صدام أو أحد المسؤولين. بعد نصف ساعة تقريبا جاءنا الجواب أن الرئيس صدام ما عنده تلفون يمكنه من الاتصال، ولكن سوف يتصل غدا. أنا حاولت أن أسرع بالاتصال لعله عسى أن تنتهي الأمور إلى أن تقف الأمور عند حد. في صباح الخميس اتصل به الرئيس صدام تقريبا الساعة 10، فأردت أن أناقشه بالضبط عن ما حدث. يبدو أنه ما رغب بالمناقشة وقال سوف أبعث لك نائبي ويشرح لك الأمور وشرح متكامل أفضل من المناقشة بالتلفون. طبيعة الحل رحبت طبيعي، فكان جواب نائب الرئيس أنه الكويت جزء من العراق ولا حصل شيء أكثر من أن الجزء رجع إلى الأصل. دهشت أنا الكلام، حاولت أن أفهم نائب الرئيس العراقي ولا أعتقد أنه يفهم، أنه ذكرت له أولا الكويت عمره ما كان جزء من العراق، والكويت بينه وبين العراق جرت مباحثات طويلة عريضة، وانتهت هذه المباحثات إلى صيغة اتفاقية ومعاهدة بين البلدين واعتراف من العراق في سنة 63 ميلادي، وأودعت هذه الوثيقة في هيئة الأمم المتحدة وأودعت في الجامعة العربية، وتبادلت الدولتين السفراء الكويت والعراق. أظن ما بعد هذا الشيء أنه دولتين أصبحت العلاقة بينها علاقة مميزة، ودولتين جارتين عربيتين. فهنا ينتفي أن العراق جزء من الكويت، ينتفي بشكل أردنا أن نختصر الموضوع لأنه فيه اتفاق بين الكويت وبين العراق على الاعتراف بالكويت. ولكن إذا أردنا نرجع للأصل، ومن تتبع التاريخ وقرأ التاريخ يدرك تماما إن ما الكويت علاقة بالعراق ولا العراق علاقة بالكويت. إذن الأمم لا تقاس بالعدد أو بالقوة، تقاس بالاحترام لبعضها البعض. تطورت الأمور إلى ما نحن فيه الآن. بعد هذا الشرح لجذور الأزمة، وصل الملك فهد إلى نقطة مهمة في حديثه، بالإشارة إلى ترتيبات اعتراف الرئيس العراقي مجدداً بمعاهدة الجزائر حول تنصيف شط العرب مع إيران، رغم أنها تعتبر نتيجة مغايرة لحرب الثمان سنوات الطاحنة بين البلدين، واللي كانت آثارها الاقتصادية على العراق سبب في تطور أزمة الخليج باتجاه غزو الكويت. وعبر فهد بصراحة عن رغبته في حل الخلاف بالطرق السلمية من خلال توجيه صدام للجيش العراقي بالانسحاب من الكويت وعودة قيادته الشرعية قبل الغزو، وأن يترك الرئيس العراقي الفرصة لجهود الوساطة العربية كي تساهم في حل الخلاف بالطريقة السلمية وتجنب الحرب. وهنا لم يفت الملك فهد أن يشير إلى التحول الحاد في العلاقة المتميزة بينه وبين صدام إلى حين قيامه بغزو الكويت، وما قدمته المملكة للعراق حسب تعبيره من مساعدات ضخمة مالية ومعنوية وسيل البرقيات والخطابات وتعابير الشكر والعرفان اللي كان صدام يوجهها في مناسبات عديدة عامة وخاصة لشخص الملك فهد بالذات والسعودية عموما، مقارنة بما أصبح الرئيس العراقي يتهم به المملكة وملكها وما يشنه عليهما من هجمات إعلامية وكلامية حادة بعد غزو الكويت. ذكرت فيما سبق وللاختصار أنه يمكن الشيء اللي سوى تحدث عنه الآن سبقني من تحدث عنه، سواء كان من زعماء العرب أو من زعماء المسلمين أو من زعماء العالم تحدثوا في هذا الأمر، وهو حديث العالم الآن في هذه اللحظات وهذه الساعات. هل العراق مستعدة أن تنسحب من الكويت بدون قيد أو شرط؟
أم لا؟ هذا هو السؤال. لا أعتقد أنا شخصيا أن هناك غضاضة على العراق أبدا، إذا قدرت الظروف وقدرت الأوضاع وقدرت أنها انسحبت من بلد عربي لم يسيء لها في شيء، إلا إذا كان النساء تتعلق بموضوع حدود أو أبار بترول أو أي أمر ما، هذا ممكن في وقتها كان يمكن يحدث الأفضل وتنتهي الأمور بين العراق وبين الكويت بالشكل المحبب للنفوس، ولكن حدث ما حدث. هل الآن العقل اللي سوف يتحكم ويتغلب على أمور لا نريدها في الواقع، أم أن العقل لا يتحكم؟ يمكن يقول الرئيس العراقي ما يقول، أنه لماذا أقول أنه الآن العراق ينسحب من الكويت؟ على كل حال كل إنسان رأيه، ولكن أعتقد أن انسحابه من الكويت، أنا أعتبر انسحابه من الكويت ما في غضاضة على العراق أبدا ولا على الرئيس العراقي، ولا أنا في حاجة أن أضرب أمثال حدثت قريبا من الرئيس العراقي. ما حد قال للعراقي لماذا تتخذ إجراء مثل ما اتخذ الإجراءات اللي بينه وبين إيران بعد حرب عرمرمية 8 سنوات. في أحد اعترض على الرئيس العراقي؟ ما في أحد اعترض عليه. لماذا الرئيس العراقي ما يكون فيه نخوة عربية مثل ما يرددها دائما ويقرر اليوم أو غدا أو بعد غد الانسحاب من الكويت بدون قيود؟ وإذا كان للعراق أي مطالب لدى الكويت هناك، إذا أراد الجامعة العربية فالجامعة العربية موجودة، إذا أراد أن يحكم أحد من أخوان العرب فأخوان العرب موجودين، إذا أراد المجالات الدولية فمحكمة العدل الدولية موجودة. ولنكتفي شر ماذا سوف يحدث، ما هو الشيء اللي سوف يحدث إذا تعقدت الأمور. أنا أقول من هذا المنبر إني أريد تماما أن تنتهي الأمور لما في صالح الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق ولصالح العالم أجمع، وتنتهي بالطرق السلمية، وهذه الطرق السلمية لن تتحقق إلا بانسحاب العراق من الكويت بدون قيد أو شرط، وعودة الأوضاع الطبيعية مثل ما كانت بقيادة صاحب السمو جابر الأحمد وحكومته وشعبه إلى الكويت. أظنه معجزة إذا أراد الرئيس صدام أن يتخطى الحواجز. سمعت كثير وأقول هذا بهذه المناسبة انتقادات من رئيس صدام للمملكة العربية السعودية وشتم وسب في أنا أو في المملكة العربية السعودية. سبحان الله العظيم، من سنة 75 إلى سنة 90 وأنا بطل الأبطال عند الرئيس صدام، علني بيقول هذا علني ورسمي، وهذا بيعرف الشعب العراق جيش وشعب، وهو شخصيا يعرف ذلك. متى كنت وكان في هذه المنطقة في العام الماضي وكنت معه وكان معي على مستوى الأحداث بقدرة قادر بعد أن اعتدى على الكويت، أصبحت الشخص اللي فيه ما فيه ما فيه أخطي، أنا أرفع نفسي وأجل نفسي أن أتكلم بكلم ولو كلمة بسيطة. لم أتعود على هذا ولم نعود عليها من أبائنا وأجدادنا، أن تكون طريقتنا في الحياة هي طريقة الانتقام الكلامي أو أرذل الكلام. ولكني أوجه سؤال الرئيس صدام، سنين وأنا لم يفوت يوم أو يومين إلا وأجد مكالمة من رئيس صدام وشكر منه لموقف المملكة العربية السعودية وشكر منه لي أنا شخصيا لمواقفي معه. هل هذه المواقف اللي فات عليها سنين طويلة إلى أن انتهت باعتداء على الكويت كانت خطأ يرتكبه صدام؟ لا. وهل مواقف المملكة العربية السعودية مع العراق كانت مواقف مشينة؟ لا. وقفنا مع العراق مواقف رجولية بطولية بجميع إمكانياتنا،
المادية والمعنوية، وهذا شيء يعرف الرئيس صدام ويعرف الشعب العراق وجيش العراق. ويا ما قال الرئيس صدام، ويا ما صرح الرئيس صدام في الراديو وفي التلفزيون، وعند المستندات من الخطابات والبرقيات وإلى آخره. بقدرة قادر عندما اجتاح الكويت أصبحت المملكة العربية السعودية دولة عدائية ودولة يتكلم فيها صدام بشتى الطرق، أظن الكلام رخيص. في إمكانك الإنسان يتكلم بكلام لا يليق، لكن نحن لم نتعود في المملكة العربية السعودية. يا ما شتمنا ويا ما أحد اعتدى علينا بالكلام بشتى الطرق، ودائما كانت طريقتنا في الحياة نحاول أن نبتعد عن هذه الأمور، ولكن إذا ابتلينا ندافع عن حق واجب، ولا يستطيع أحد أن يقف أمامنا ويقول إنه نحن اللي حاولنا أن نرتكب خطأ ما بأي حال من الأحوال. فالحديث عن موضوع الكويت والعراق حديث طويل عريض، وذكرت أن سبقني من سبقني من قادة العالم، سواء كان من قادة العرب أو من قادة الدول الإسلامية أو من قادة العالم. لماذا الآن العالم يقرر بكامل قواه مؤتمر للقمة العربي في القاهرة؟ ماذا قال مؤتمر القمة؟ كلها اتجه للعراق، يناشد العراق بأن ينسحب من الكويت لا أقل ولا أكثر، والمجهودات التي بذلت بشكل جانبي مجهودات متواصلة لم تحقق شيء. والمؤتمرات الإسلامية ناشدت الرئيس صدام حسين ولم تحقق شيء. أخيرا قمة القمم اللي هو مجلس الأمن، ما فرضت السعودية إرادتها على مجلس الأمن ولا استطاع العراق أن يمنع مجلس الأمن. لا من بعيد دول العالم قاطبة درست الموضوع ووجدت الخطأ واضح وغير قابل للجدل. ولماذا وقف العالم بصف الكويت وصف المملكة العربية السعودية اللي كانت القوات العراقية تهددها؟ ولو ما اجتاحت القوات العراقية، ولكن لولا الإجراءات التي اتخذت الله أعلم ماذا كان يحدث في المملكة العربية السعودية. في ختام تلك الكلمة أعاد الملك فهد التأكيد بصفته المسؤول الأعلى في الدولة السعودية بأن بلاده لا تريد ولا ترغب بحرب عسكرية، بل أن تنتهي الأزمة بالطرق السلمية، وأن الأمر في يد الرئيس العراقي، إما أن يعلن انسحابه من الكويت ويسير بالطرق القانونية لاستحصال ما يراه بأنه حقوق مسلوبة منه، أو أن تنتهي الأزمة بالقتال، ومن يصمم على أن يخوض القتال عليه أن يتحمل مسؤولية ذلك. الغلط من الآن؟ من التعصب؟ من الوقوف في أمام العالم قاطبة؟ أنا لا أعتقد أن هذا يليق بأي عاقل بأي حال من الأحوال. فالأمور الآن أعتقد أنها وصلت إلى باب مغلق، ولكن هالباب سوف يفتح، أما يفتح على نهاية مأساة بالطرق السلمية ولا سوف يفتح بشكل آخر، أعتقد أن ما في أحد يريد هالشيء. ولكن الدفاع عن النفس حق مشروع، لا يستطيع أحد أن يقول أن الدفاع عن النفس مو حق مشروع. بلد اعتدى عليها، شيلت من خارطة العالم على أساس ما في كويت، في جزء من العراق، وبلد تهدد المملكة العربية السعودية. إذن في شيء مزعج. أنا سبق وذكرت وأقول الآن إن الأمر يعود ويستقر لدى الرئيس صدام حسين. هل هو يدرك إن الأفضل والأحسن أن يعلن بشكل غير قابل للجدل بأنه سوف ينسحب من الكويت بدون أي قيود نهائيا؟ وإذا له دعوة بإمكانها كل وقت كما هي دعوة على الكويت، ذكر بالنسبة للجامعة العربية أو هيئة المحكمة الدولية أو أي مجال آخر، أو أنه يصمم على القتال، فاللي يصمم على القتال يتحمل مسؤولية القتال.
وأرجو من الله أن يجعل يفكر التفكير السليم اللي هو الأفضل والأحسن وهو الحل الأمثل. وضمن قادة العالم الرئيس بوش صرح تصريح بشكل واضح جدا، المطلوب هو انسحاب العراق من الكويت، هذا هو المطلوب. وهذه القوات التي نراها الآن من مختلف الجنسيات هي أتت لكي تحرر بلد من بلد احتل احتلال عسكري بالقوة. ليس القوة ما أتت معتدية، ولكن أتت توقد بلد، وهذا النظام الدولي وهذا النظام العالمي. وحتى في آيات قرآنية كثيرة، وأنصر أخاك ظالما أو مظلوم، هناك ظلم وهناك مقدرة على إزالة الظلم، والمقدرة تكمن لدى صدام، الرئيس صدام حسين. أنا أنعته رئيس صدام حسين، لا يضيرني أبدا أن تكون ألفاظي على مستوى عالي، ولا يضيرني أبدا أن أحد يشتم في أنا شخصيا أو في المملكة العربية السعودية. هذا سبقوه من سبق، سبق من سبق بعشرات السنين. مع الأسف أكررها قبل أن أنهي كلامي، أن نقول هناك جامعة عربية وهناك محاولة لجعل الأمة العربية أمة واحدة وقيادة واحدة ومجتمعا واحد، ونرى ما نرى الآن. لكن هل ترى هل تكون هذه عبرة؟ هل نأخذ منها عبرة ونعود للواقع والمنطق والمعقول، ونعود للالتفاف العربي، ونعود للتضامن العربي الحقيقي أم لا؟ المملكة العربية السعودية وأنا أمثلها الآن تعلن من هذا المنبر إنها لا تريد أن تعتدي على أحد، ولم تفكر يوم من الأيام أن تعتدي على بلد عربي مجاور أو غير عربي حتى، ولم يخطر في ذهنها هالشيء، وتكره هالشيء وتنقد هالشيء وترغب أن تكون صديقة للجميع. أذينا صحيح في فترات بعد ما حدث بالنسبة للعراق والكويت، أذينا من إذاعات عربية ومن جرائد عربية، وحاولنا بشتى الطرق أكثر من شهرين ونحن صامدين وصامتين، بل نتصل ما بين وقت وآخر بهذه الدول ولم نجد استجابة. وأظن وزير الإعلام الآن موجود ودائما على اتصال به، وأرغب منه بأن لا الإذاعة السعودية ولا الجرائد السعودية يجب أن تتحمل إلى أن انتهى الأمر إلى الدفاع عن النفس، وأظن حق أن هذا حق مشروع. ولا نزال الآن نريد أن تنتهي هذه الأمور التافهة، وأن تعود الأمة العربية إلى الإطار النظيف الذي يرغب كل عربي أن نصل إليه. أما المملكة العربية السعودية فهي بلد معروفة تماما، بلد ملتزمة بكتاب الله وسنة نبيه، لا نحيد عنها قيد بأي حال من الأحوال، ولا نسمح لأحد أن يخل في المملكة العربية السعودية بأي شكل من الأشكال. وأتحدى أي إنسان أو أي دولة أن تقول أن المملكة العربية السعودية أساءت لها بأي شيء. أما نحن جعلنا الله في خدمة الحرمين، في بيت الله، خدمة بيت الله الحرام ومكة المكرمة، وفي خدمة مسجد نبيه والمدينة المنورة، وسوف نؤدي الواجب إن شاء الله، وسوف نكون ملتزمين بعقيدتنا الإسلامية نصا وروح. وهذه هي طبيعة شعب المملكة العربية السعودية وطبيعة المسؤولين فيها، وسوف نبقى إن شاء الله على هذه الطريقة. وأرجو من الله أن يسعدنا الحظ، وأجد أن العقل يتحكم والتفكير السليم يتحكم، وتنتهي هذه الأمور بين الأمة العربية. في النهاية أجاب الملك فهد على 5 أو 6 أسئلة من أسئلة الصحفيين الحاضرين، وكانت فحوى إجاباته تدور حول الثقة بالاستعداد العسكري لقوات التحالف وتفاؤله بالاجتماع المنتظر حينها بين وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر ووزير الخارجية العراقي طارق عزيز في جنيف، اللي كان مقرر أن يتم يوم 9 كانون الثاني إذا ما كانت لدى القيادة العراقية الرغبة في أن تصل إلى حل سلمي للمشكلة. وأكد الملك بأن القوات المتواجدة على أرض المملكة مؤقتة وستعود إلى بلادها بعد زوال مسببات وجودها
وهي الأزمة الحالية في الخليج. الحقيقة أن حديث الملك فهد هذا يأتي ضمن سياق العديد من الخطب والأحاديث اللي أدلى بها ملك السعودية أثناء وبعد أزمة الخليج، وتعتبر وثيقة تاريخية مهمة كونها صادرة من أعلى مسؤول سياسي في بلده، وهو الذي لعب دورا مهما قبل وأثناء الأزمة، خصوصا بعد أن أصبحت بلاده مركز التحشد لقوات التحالف الدولي وتغطية الكثير من نفقات تلك القوات المالية والإدارية في سبيل تحقيق الغرض الأساسي، وهو إجبار صدام على الانسحاب من الكويت بالقوة العسكرية، وهذا كما هو معروف ما تم في نهاية المطاف.